تتمتع الأسرة الملكية في المغرب بوضعية اعتبارية خاصة، ولقاد إيدي البلاد وهو الملك مكانة كبيرة يستمدها من تاريخ البلاد أولاً والقوانين والدستور المغربي الذي ينص في الفصل 45 على أن شخص الملك لا تنتهك حرمته وله واجب التوقير والاحترام، بالإضافة إلى كونه يلقب بأمير المؤمنين، إذ ينص الدستور المغربي على أن الملك أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية، كما يرأس المجلس العلمي الأعلى وهو المؤسسة الوحيدة المكفول لها إصدار الفتوى في البلاد. إذن كيف تصنع المملكة المغربية ملوكها؟ يتربى ولي العهد المغربي منذ سنواته الأولى تربية صارمة، فيتم الحرص على تعليمه حتى التفاصيل الصغيرة في الحياة المتعلقة بالمأكل والملبس، ولا تتم تربية ولي العهد من طرف والدته، بل يتم ذلك من طرف فريق متخصص وفقا لبروتوكول صارم يتربى عليه أمراء الأسرة. ولا يدرس مشروع الملك ما يدرسه عامة الشعب، بل يخصص له مدرسون خصوصيون في مدرسة خاصة تسمى بالمدرسة المولوية، تقع بالقصر الملكي بالرباط، ويتكون فيها فصل الأمين أو ولي العهد من بضعة تلاميذ يتم اختيارهم بدقة شديدة. وزملاء الأمير في المدرسة المولوية هم مجموعة محظوظين من أبناء الشعب تزامن تاريخ ولادتهم مع تاريخ ميلاده ليلتحقوا بالقصر الملكي، وهناك يتكفل بهم فريق خاص يقوم بإعدادهم لمرافقة الملك المستقبلي في قيادة البلاد. Il y a deux ans, il représentait son père aux obsèques de Georges Pompidou, seul enfant parmi les grands de ce monde. Dès son plus jeune âge, son père, le roi Hassan II, s'est attaché à le préparer à l'exercice de ses responsabilités futures. Âgé de 13 ans, il sait se mêler aux garçons de son âge pour des jeux qui le font côtoyer des fils de familles modestes, mais il peut aussi être aux côtés de son père à l'occasion de cérémonies officielles au cours desquelles le peuple marocain apprend à connaître son futur souverain. مدرسة خاصة. أنشئت المدرسة المولوية سنة 1942 من طرف الراحل الملك محمد الخامس، وهو جد الملك الحالي محمد السادس. وقرر محمد الخامس تأسيس هذه المدرسة بهدف إدخال تعديلات على النظام التعليمي الذي كان يخضع له الأمراء والمتمثل سابقا في دراسة العربية والقرآن والفقه، وبذلك تم تطعيم هذا النظام بفصول لتعليم اللغات الأجنبية والعلوم الحية، وذلك بهدف مسايرة الأمراء للتطورات التي تحيط بهم في هذا العالم. وكان أول طلاب هذه المدرسة الراحل الحسن الثاني والد الملك الحالي الذي ولجها وعمره 13 سنة. واختار محمد الخامس أنذاك مجموعة من النخب المعروفين في القصر طالبا منهم إعداد مقررات ودروس ترتكز على الهوية المغربية وتضم بعد ما جاء به النظام التعليمي الفرنسي. وكما تنص أدبيات المدرسة المولوية، تم اختيار 10 من أبناء الشعب يتوفر فيهم 4 شروط: نفس تاريخ ميلاد ولي العهد، التفوق الدراسي، والوفاء للعرش العلوي، بالإضافة إلى تمتع أسرهم بسمعة جيدة. الروتين اليومي للأمير. في يوم السبت يكون تلاميذ المدرسة المولوية على موعد مع حصة للسينما، والتي يعرض فيها إما فيلم وثائقي أو فيلم من سينما المؤلف. وبالموازاة مع دراسته الأولية في المدرسة المولوية، تلازم الأمير مربية خاصة مهمتها تعليمه أداب التصرف والكلام وطريقة المشي والوقوف وحتى الأكل. في مقابل دروسه الأكاديمية في المدرسة المولوية، يحرص فريق خاص من الدرك الملكي والجيش على تنفيذ برنامج رياضي وعسكري يتناسب وسنه وزملائه. ويتركز البرنامج أساسا في رياضة السباحة والفروسية والجري داخل إطار من الصرامة. يأتي الآن الانتقال إلى الواقع. وفي أعقاب 4 سنوات من الدراسة في المدرسة المولوية، تنتهي المرحلة الإعدادية لدى ولي العهد ليدخل مرحلة جديدة تتمثل في ممارسة مهام على أرض الواقع.
ويحضر ولي العهد خلال هذه المرحلة إلى جانب والده خلال ملتقيات وتظاهرات محلية وأخرى دولية، وقد يدشن وحده مشاريع أو أنشطة خاصة بالأطفال والشباب. وحينما يصبح ولي العهد في هذه المرحلة، تصير المدرسة المولوية وتلاميذها وطاقمها مرافقا له أينما حل وارتحل، داخل المغرب أو خارجه، حرصا على عدم انقطاع هذه الدروس أيا كانت الأسباب والدواعي. وتخضع المدرسة المولوية ومقرراتها لتحديثات دائمة حتى تساير التطور الحاصل في العالم وتواكب تغييراته. ومن بين التحديثات التي وقعت على المدرسة بين فترة دراسة محمد السادس حينما كان وليا للعهد وفترة دراسة الأمير الحسن ولي العهد الحالي، إحداث قاعة خاصة بالمعلوميات والتي يدرس فيها الأمير كل ما له علاقة بتكنولوجيا التواصل والإعلام الاجتماعي. القيادة القادمة للدولة. وإن كانت المهمة الأساسية للمدرسة المولوية هي تكوين ملك المستقبل الذي سيقود البلاد في مرحلة ما بعد والده، فإنها أيضا تخرج المسؤولين الذين سيحكمون البلاد تحت توجيهاته ويسهرون على تنفيذ سياساته. ويلاحظ أن المتتبع للشأن المغربي أن أغلب زملاء الملك محمد السادس في المدرسة المولوية يتقلدون اليوم مناصب جد نافذة داخل أجهزة الدولة، ومن أبرز خريجي المدرسة المولوية إلى جانب ملك البلاد فؤاد عالي الهمة الذي شغل منصب وزير الداخلية ويشغل الآن منصب مستشار بالديوان الملكي، كما يعتبر أكثر الأشخاص قربا من الملك. ومن بين زملائه المؤرخ حسن أوريد الذي شغل منصب الناطق باسم القصر في مرحلة معينة، وأيضا كان واليا على منطقة مكناس، بالإضافة إلى منير الماجدي السكرتير الشخصي للملك وياسير المنصوري مسؤول المخابرات الخارجية للبلاد. وأخيرا، والملاحظ أن الأمير مولاي الحسن يمتلك كاريزما تؤهله ليقود البلاد مستقبلا كما فعل والده قبل سنوات حينما توفي الراحل الحسن الثاني، إذ تولى مباشرة الحكم دون تردد وقاد البلاد بسياسات بعضها امتداد لما بدأه والده وأخرى جديدة طبعت عهد الملك الجديد. شكرا على حسن تتبعكم، وإلى اللقاء في الوثائق الجديد إن شاء الله.